منفعل الى ركنية لمصلحة المدافع والطائر الايسر العائد بقوة بالموسى مختار. ملعوبة الكرة راسية، لا 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 لا، هناك خطأ. صافرة الحكم، سبقت راسية قزمي. الحكم صفر قبل اللاعب يضرب الراس تماما. خطأ لدفاع المولودية. قزمي الفرحة لم تكتمل بعد الخطأ. الصراع الكبير على الكرة لمصلحة المولودية، للمولودية. تعاد رمي التماسي يقول الحكم. هناك توتر، ها هي اللقطة معادة، الكرة المنفذة. باليد، باليد، يد قاسمي، يد قاسمي في قميص المدافع بالعين. يتمناه المخرج يورينا الصورة. سنشاهد كرة غازي ملعوبة مع يحيى شريف. من هناك تغيير الاتجاه لحشود، كرة إلى رامي تماس. عبد الرحمن حشود، رامي تماس ملعوبة لجليد، التغطية من بن موسى، ولكن جليد متفوق، قراءة ممتازة داخل مد الصندوق. شافعي رجع، ترجع لحشود، خلفية الكرة لغازي في ظروف صعبة، عملية هجومية. الخطأ التكتيكي والخطأ، والبطاقة الصفراء لجليد. هذه ستيفوت اونيتيل جمال، ربما كان متخوفا من الهجمة المرتدة السريعة، قد تتحول إلى خطورة كبيرة. جليد أمام كودري، الحل الوحيد لإيقاف العملية الهجومية. لما تضيع الكرة في وسط الميدان كاين اللاعبين تاع وسط الميدان وكاين المدافعين، لما تاخذ بطاقة كل شيء مجانية. كرة القدم مجانية، حق القدم. شافعي يلعب كرة، البحث عن سكة بالراس باتجاه جدية، التغطية من بشيري. خطأ لدفاع المولودية لابن عيد، ملعوبة بسرعة. بوغاش بصغير، في القليل من المرات شاهدنا بصغير وهو يحاول ولكن ضيع الكرة، تتحول للاتحاد ولكن تضرب بقدم قاسم وتروح إلى رمي التماس لمصلحة الاتحاد. فرحات جديات، راية مرفوعة، هناك خطأ. كان هذا قرار الحكم المساعد الثاني، راية مرفوعة والخطأ.